عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضيوفنا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير وسرور. نرحب بكم في الجلسة 170 من جلسات مجلس الخنجي عبر زوم، وشكرا لحضوركم معنا اليوم. اسمحوا لي أن أرحب بضيفة جلستنا اليوم، المهندسة ثريا بن سعود العلوي، رئيسة قسم الملكية الفكرية بمركز الابتكار ونقل التكنولوجيا بجامعة السلطان قابوس. حاصلة على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية والمعالجة التحويلية من جامعة السلطان قابوس، وأيضا ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة السلطان قابوس. هي مديرة مشروع تطوير المنظومة الابتكارية الأكاديمية في جامعة السلطان قابوس كأحد المشاريع الاستراتيجية التابعة لرؤية عمان 2040. نرحب بك ضيفة متحدثة معنا اليوم ونبدأ جلستنا معك. شكرا جزيلا لكم جميعا. السلام عليكم جميعا، شكرا أخت إلهام على المقدمة، وأشكر جميع الحضور. فرصة سعيدة أن أكون معكم، وإن شاء الله الجميع يستفيد من معلومات خفيفة وعامة عن الملكية الفكرية. راح الحين أعمل شير للعرض عشان نبدأ. أتمنى العرض يكون واضح. نعم واضح، شكرا. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. أولاً أشكر من جديد مجلس خنقي على إتاحة الفرصة لي أن أكون أمامكم والتحدث عن أهم المواضيع، أحد المواضيع المهمة وهي عن الملكية الفكرية. والجميل أن الموضوع في هذا الوقت بالتحديد يتزامن مع احتفال العالم ككل باليوم العالمي للملكية الفكرية، واللي صادف 26 أبريل من كل عام. احتفلت المنظمة العالمية والعالم أجمع منذ كم يوم فقط، ولا زالت الاحتفالات قائمة عن طريق عرض العديد من الورش والتوعية حول موضوع الملكية الفكرية وأهميته. والجدير بالذكر أن موضوع هذا السنة، لأنه كل سنة في ثيمة معينة، هذه السنة كانت الموضوع عن النساء والملكية الفكرية، تعزيز الابتكار والإبداع، حيث أن تم اختيار الموضوع لإبراز المساهمات المتواضعة للنساء في مجال الاختراعات والابتكارات، وأيضاً تسليط الضوء على التحدي الموجود، وهو أن هناك فجوة ما بين الجنسين في عملية استخدام الملكية الفكرية. راح أستعرض بشكل بسيط قبل ما أبدأ الورشة بعض الإحصائيات والأرقام اللي تم طرحها في الاحتفال بهذا اليوم. أن على الرغم من أن النساء تشكل ما يقارب من نصف سكان العالم حسب إحصائيات التقرير العالمي للأمم المتحدة في العام 2022، أن نسبة الذكور 50.3% بينما نسبة الإناث تقريباً 49.7%، فهناك تكافؤ ما بين الأعداد كأعداد ما بين ذكور وأناث، ولكن هناك فجوة في استخدام نظام الملكية الفكرية ومشاركة النساء في عمليات الابتكار والاختراع. حسب كلمة المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية منذ يومين، ذكر أن 16% فقط تشكل نسبة النساء اللاتي سجلن في نظام التعاون بشأن البراءات الدولي ونظام البي سي تي، وأيضاً أن ما عدد 3 من أصل 10 من وظائف متعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، واللي هي مصدر عادة الابتكارات والاختراعات، تشغلها فقط النساء. فبالتالي هناك تحدي أن كيف نزيد عملية الوعي والتغلب على التحديات اللي تواجه النساء في استخدام نظام الملكية الفكرية ومجالات الاختراع والابتكارات. بالتالي جاء الموضوع هذا السنة بالتحديد يركز على النساء والملكية الفكرية. وبالتالي أنا سعيدة أن اليوم راح أتكلم عن أيضاً الملكية الفكرية كنوع من التوعية للمبتكرين والمخترعين ولكافة المجتمع، سواء كان من الذكور أو الإناث، لأن في سلطنة عمان بشكل عام الأعداد جداً متواضعة اللي يسجلوا في نظام الملكية الفكرية، سواء كان النظام المحلي أو الأنظمة الدولية. وبالتالي الورشة هي توعوية بسيطة تتكلم بشكل عام عن الملكية الفكرية. راح أتحدث عن تعريف الملكية الفكرية وأهميتها الاقتصادية، ومن ثم تطرق على بعض الأنواع الرئيسية للملكية الفكرية، ومن ثم نهاية راح نتكلم عن بعض الشركات اللي تسجل ملكية فكرية، الشركات الكبرى الناجحة في العالم،
وبعض الصراعات ما بين الشركات العملاقة في التقنيات الحديثة وصراعاتها في انتهاكات بعض التقنيات، علشان نعرف بس أهمية موضوع الملكية الفكرية. أولاً أبدأ حديثي بما أن الملكية الفكرية مرتبط ارتباط مباشر بالابتكار، ولما أتكلم عن الابتكار ما فقط هنا معناته الاختراعات والأجهزة والمعدات، الابتكار أشمل مفهومه أشمل من كذا. الابتكار قد يكون في طريقة التعامل مع الزبائن، الابتكار قد يكون في تسريع الإجراءات الحكومية على سبيل المثال. فجميع المؤسسات والمنظمات، سواء كانت المؤسسات الأكاديمية أو المراكز البحثية أو المؤسسات القطاع الصناعي أو المؤسسات الحكومية أيضاً، كلها بحاجة إلى التغيير والابتكار من فترة لفترة أخرى لأهمية الموضوع. لماذا دائماً نحتاج إلى التغيير وللابتكار؟ أول شيء، دائماً هناك ما تظهر تحديات جديدة، يعني تحديات قبل 10 سنين تختلف عن التحديات الحين في القرن 21 في تحديات وتقنيات جديدة، فلا بد هذه المنظمات توجد حل ابتكارية جديدة لأي تحديات جديدة تظهر. المنافسة في السوق، أنت لازم حتى تستمر في السوق لازم يكون عندك ميزة تنافسية، لازم توجد شيء مبتكر في طريقة مثلا عرض المنتج، طريقة عرض الخدمة، المنتج بالنفس كيف يكون مبتكر حتى تستطيع البقاء في السوق وتنافس المنافسين الآخرين الموجودين في السوق. أيضا نحتاج للابتكار لتطوير المنتج، جودة المنتج، أحتاج الابتكار حتى يطلع المنتج أو الخدمة بجودة عالية، أو قد تكون الابتكار في عملية التصنيع حتى في النهاية يكون المنتج الذي يصل إلى المستهلك مثلاً بسعر أقل من بقية أسعار المنتجات المنافسة، بالتالي أنا ممكن الابتكار تبعي يكون في عملية التصنيع، فميزة التنافسية ممكن يكون منتجات بنفس الجودة ولكن بأسعار أقل من الأسعار الموجودة في السوق. التطوير في جودة المنتجات أيضاً أو الخدمات. أيضاً مواكبة التكنولوجيا الجديدة، الحين العالم أصبح في تقنيات عديدة، الحين نتكلم عن تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، فالدولة لازم تواكب التكنولوجيا الموجودة في الدول الأخرى حتى تكون في مسار الدول الأخرى، فهي بحاجة للابتكار. وفي الأخير أيضاً طبعاً كل هذا ينصب في تحقيق أرباح عالية، لأننا من هذه الابتكارات من هذه الاختراعات أنا في النهاية أحقق عوائد مالية، لأن الحين ينصب التركيز معظم الدول على الاقتصاد القائم على المعرفة، الاقتصاد القائم والمبني على التقنيات الجديدة والابتكارات الجديدة. كل هذه الأسباب تجعل من المؤسسات والمنظمات أيا كانت، سواء كانت حكومية أو صناعية أو حتى أكاديمية، أن تهتم بالابتكارات وتستخدم نظام الملكية الفكرية في حماية هذه الابتكارات. نيجي ونعرف الملكية الفكرية، ما هي الملكية الفكرية وبالإنجليش ما تسمى بالintellectual property. خلنا ناخذ الشق الأول من الاسم وهو الملكية. الملكية خلنا ناخذها بشكل جدا مبسط، أنا كشخص مثلا أمتلك سيارة وعندي ما يدل على أن صاحبة السيارة اللي هي ملكية السيارة، عندي أيضاً مثلاً قطعة أرض، قطعة أرض عندي صك ملكية مثبتة من جهة تشريعية تدل على أن صاحب هذه القطعة أرض أو صاحب هذا العقار أو صاحب هذه السيارة، فبالتالي ما ممكن أي شخص ما يدعي أنه صاحب هذه السيارة أو صاحب هذه قطعة الأرض، لأن هناك صك شرعي يتبين من هو صاحب الحق الأساسي لهذا السيارة أو هذا الأرض. بنفس المبدأ بنفس الطريقة هنا الملكية الفكرية، ولكن هنا مرتبطة بأصول غير ملموسة وهي الملكية الفكرية، نشاطات فكرية ونشاطات إبداعية. فلما نقول الملكية الفكرية معناتها الحقوق الناتجة من أي نشاط إبداعي ونشاط ابتكاري في أي مجالات، سواء كانت مجالات علمية، أدبية، فنية أو صناعية. البعض يفتكر أن الملكية الفكرية فقط يقتصر في الجانب العلمي، اللي هي أن أنا أطلع بجهاز، أطلع بتقنية جديدة فيها تكنيكال فيتشرز، ولكن الملكية الفكرية أوسع من كذا، تشمل حتى الجوانب الأدبية والفنية، وهذا ما تم أعرضه لما نتعرف على أنواع الملكية الفكرية. طبعاً لأهمية الموضوع ولا بد من تكون هناك في جهة تسن التشريعات والقوانين العالمية والدولية، وجدت المنظمة العالمية للملكية الفكرية الوايبو
وهي منظمة مسؤولة عن، طبعا هي تابعة للأمم المتحدة ومقرها في جنيف سويسرا. وظيفتها تسن التشريعات والقوانين والمعاهدات الدولية وتنظم عملية القوانين والمعاهدات بين الدول، بالإضافة إلى تشجيع الدول على عمل سياسات خاصة فيها وقوانين بما يتناسب مع القوانين المحلية لكل دولة، بالإضافة إلى جوانب التعليم والتدريب فيما يخص بنظام الملكية الفكرية. طبعاً حطيت هنا الموقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية باختصار الوايبو، لأن الموقع جداً غني بمصادر تعليمية ودورات تدريبية. أنصح جميع المهتمين بهذا المجال، أنصح جميع المبتكرين والمخترعين أنه يدخلوا موقع المنظمة العالمية ويستفيدوا من الدورات المقدمة. العديد من الدورات هي دورات مجانية، والجميل في الموضوع أنها مترجمة بلغات عديدة ومنها اللغة العربية. المنظمة العالمية وجدت حاجة اسمها أكاديمية الوايبو. الأكاديمية هذه مثل منصة تعليمية هدفها التعليم والتدريب فيما يخص بمواضيع الملكية الفكرية وأيضاً نقل التكنولوجيا. عندهم 4 برامج رئيسية فيما تخص الأكاديمية. البرنامج الأول اللي هي الشراكات الجامعية لعقد برامج الماجستير في الملكية الفكرية في جامعات محددة في العالم، وبالتالي أنت ممكن تحصل على شهادة ماجستير في الملكية الفكرية عن طريق الدخول الأكاديمية وشوف وش هي الجامعات اللي فيها شراكات مع المنظمة العالمية واللي تطرح برامج الماجستير، وهي مدتها سنة واحدة وفيها تخفيض رسوم للبلدان النامية، وأحيانا في منح عديدة تقدمها المنظمة تكون free of charge. البرنامج الثاني اللي هو التطوير المهني، اللي هي عبارة عن دورات أكثر advanced، دورات متقدمة وتخصصية في مجال الملكية الفكرية، وأيضا فيها رسوم ولكن رسوم جدا متواضعة، وممكن يعطوا تخفيض أو حتى رسوم مجانية تكون للبلدان النامية. البرنامج الثاني اللي هو التعلم عن بعد، اللي هي الدورات الأونلاين اللي هي تكون دورات جدا تمهيدية بيسك. أنصح الجميع أنه يدخل كبداية في هذه الدورات، لأنها دورات أول شيء مجانية، تطرح أيضا باللغة العربية، تعطيك basic knowledge about intellectual property، وبشكل عام كده تعطيك لمحات عن كل نوع من أنواع الملكية الفكرية. وأخيرا البرنامج الرابع اللي خاص بالأكاديمية الوايبو اللي هي المدارس الصيفية، وهي عبارة عن برامج مدتها 2 أسبوع مكثفة حضورية تقام في بلدان متعددة حسب كل سنة، تختص أيضا بمواضيع معينة في الملكية الفكرية وفي نقل التكنولوجيا. الجدير بالذكر هنا أن سلطنة عمان استضافت المدرسة الصيفية 2 مرات متمثلة في جامعة السلطان قابوس، مرة كان في العام 2019 ومرة كان في العام 2021، وكان الحضور مش فقط من سلطنة عمان بل كان مفتوح حضور من دول الخليج وحتى كان في حضور من شمال أفريقيا. هذا باختصار أعطيتكم نبذة عن الملكية الفكرية والمنظمة العالمية والبرامج اللي ممكن يستفيد منها المبتكر والمخترع إذا استطاع أن يعمل حساب في موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية. السؤال الآن، لماذا الاهتمام بحقوق الملكية الفكرية؟ لماذا هناك منظمة عالمية والحين الناس كله تتكلم عن حقوق الملكية الفكرية؟ أول حاجة تشجيع المبتكرين والمخترعين، لما يعرف المبتكر أو المخترع أو الباحث أن نظير جهوده ونظير الوقت والجهد والمال الذي عمله من خلال علشان يوصل إلى فكرة معينة أو تقنية جديدة، بالتالي يعرف أن هناك حماية يقدر يحصل فيها، يمنع الآخرين من أنه يعمل كوبي للتقنية تبعه من دون أن موافقته أو أن استغلاله تجارياً، بالتالي يشجع أن المزيد من الإبداع، يشجع المبتكرين أنه يستمروا في عملية الإبداع والابتكار. ثاني حاجة، الاعتراف الرسمي بالمبدعين. دائماً هناك منصات دولية خاصة بكل نوع من أنواع الفكرة، مثلاً في موجود قواعد بيانات براءات اختراع، في هناك منصات دولية للتصاميم الصناعية، في هناك منصات أيضاً للعلامات التجارية دولية. فهناك لما أنت تسجل في هذه المنصات وتحصل على الحماية كحقوق ملكية فكرية، هناك اعتراف رسمي للمبتكرين، اسمك يكون موجود ويظهر في جميع اللي يبحث في هذه المنصات الدولية، فهناك اعتراف رسمي بالمبدعين والمبتكرين. أيضاً خلق بنوك معلومات، بنك للمعلومات تتضمن معلومات حيوية وتقنية. أنا في النهاية كعالم مثلاً
ومهتمة في مجال معين، أريد أعرف ما هي آخر التقنيات، ما هي الشركات الحين جالسة تعمل براءات اختراع في أي مجال، ما هي المجالات اللي أكثر فيها الحين المستثمرين استثمروا فيها في التقنيات. وبالتالي أنا من خلال أنظمة الملكية الفكرية بجميع أنواعها أستطيع التعرف على مثل هذه المعلومات التقنية والفنية. أيضاً تسهيل التمويل وتسهيل نمو الصناعة والتجارة. أنا لما عندي اختراع أو تقنية معينة وأحفظ حقوقها مثلاً في دولة في دولتي وفي في دول مختلفة حسب السوق تبع هذه التقنية، يسهل عملية التبادل التجارة، أن نعمل ترخيص لشركات أخرى قائمة حسب المهتمين بهذا الإبداع وبهذا الابتكار. بالتالي أيضاً تسهيل الصناعة والنمو كيف؟ لأن أنا مثلاً أعرف وين وصل العلماء، أي تقنيات الحين وصلوا، وبالتالي أبني على هذه التقنيات، ما حد يبدأ من الصفر. الحين يعني معظم التقنيات أنت تبني عليها، تشوف وش القصور في هذه التقنية أو التحدي الموجود الحالي في التقنيات الحالية، وأبني عليها تقنيات جديدة أو أحل القصور الموجودة حالياً. بالتالي هي تسهل كلها عملية التطور والنمو والتمويل. وأنا حبيت أستعرض علشان بس نعرف أهمية الموضوع، أستعرض بعض الإحصائيات الموجودة من المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع للعام 2022. تبين لي هذه الإحصائية، مجموعة إحصائيات كمية براءات الاختراع اللي تم تسجيلها من معظم الدول في المكتب الأوروبي. طبعاً هناك تنافس شديد من الدول الصناعية الكبيرة والتقنيات العديدة في أن تسجل في المكتب الأوروبي باعتبارها بيئة خصبة للتقنيات وبيئة جذابة وسوق خصب لهذه التقنيات. راح نشوف هنا مثلاً في هذا الجراف ما هي أكثر الدول اللي سجلت براءات اختراع في المكتب الأوروبي. لاحظ هنا في المرتبة الأولى تيجي بنسبة 4 أو تقريباً 25% للولايات المتحدة. في الولايات المتحدة بالإضافة لأنها تسجل في الولايات المتحدة أيضاً تسجل براءاتها وتقنياتها أيضاً في المكتب الأوروبي باعتباره سوق خصب لهذه التقنيات. تأتي في المرتبة الثانية مثلاً اليابان بنسبة 11.2، عذراً ألمانيا ب 12.8، ومن ثم ألمانيا والصين، وعندنا هنا فرنسا وكوريا. فهذه هي كبرى الدول اللي سجلت أكثر براءات اختراع في العام 2022 في المكتب الأوروبي. لو نيجي نشوف ما هي أكثر التقنيات أو ما هي الحقول أو المجالات اللي سجلوا فيها أكثر براءات اختراع، تأتي في المرتبة الأولى معنا الديجيتال كوميونيكيشن. في الديجيتال كوميونيكيشن الحين أكثر براءات الاختراع تنصب في هذا المجال. ليش؟ لأن هذا المجال متغير، التقنيات سريعة التغيير، فهي بيئة إنه خصبة إنك أنت تولد فيها أكثر براءات اختراع وأكثر تقنيات، بين فترة وفترة تطلع لنا تقنيات جديدة. في المرتبة الثانية عندنا التقنيات الطبية اللي هي الميديكال تكنولوجي، ومن ثم الكمبيوتر تكنولوجي باعتبارها أيضاً من التقنيات اللي سريعة يتم فيها التغيير. إذا جينا هنا نشوف من هنا الشركات اللي أكثر ما تسجل في المكتب الأمريكي كشركات، يعني إحنا تكلمنا هنا عن دول، خلينا الحين نتكلم عن الشركات. أكثر الشركات اللي تسجل اللي حصلت على أكثر عدد في العام 2022 من المكتب الأوروبي هي شركة هواوي، وهي شركة صينية، ولكن لأن تسجل أيضا في الصين وتسجل أيضا في المكتب الأوروبي وأيضا في المكتب الأمريكي باعتبارها هذه أسواق التقنيات الحديثة مثل الاتصالات والكمبيوتر والحوسبة وغيرها. هواوي كحالة كشركة عندها ما يقارب في خلال سنة واحدة سنة 2022 ما يقارب 4.5 براءة اختراع مسجلة في المكتب الأوروبي، تليها شركة ال جي. بالتالي هنا فقط أعطيكم لمحة عن كيف هذه الدول الصناعية الكبرى والشركات الكبرى مهتمة بهذا المجال، وأيضاً ما تحمي تقنياتها في الدول اللي فيها أكثر سوق لهذه التقنيات. نيجي الحين نتحدث عن أنواع الملكية الفكرية. طبعاً الأنواع عديدة ومتعددة، منها علامات تجارية، براءة اختراع، حق مؤلف، حقوق مجاور لحق المؤلف، الأسرار التجارية، التصاميم الصناعية، الأصناف النباتية، الفلكلور والمعارف التقليدية للدولة، المؤشرات الجغرافية. ما راح أتطرق لجميع الأنواع لضيق الوقت، راح أتكلم عن أبرز أنواع الملكية الفكرية تقريباً 4 إلى 5 أنواع، وراح نعطي فقط لمحة بسيطة عن كل نوع. نبدأ أول نوع وأسهل نوع اللي هو حق المؤلف اللي هو الكوبي رايت. حق المؤلف مرتبط ارتباط مباشر بالمصنفات الأدبية والفنية، مثل ما أسلفنا أنه
النظام الملكية الفكرية ما فقط يختص بالتقنيات أو بالجوانب العلمية، أيضا المصنفات الأدبية والفنية لها باع في هذا الجانب. حق المؤلف هي الحقوق الممنوحة للمبدعين في المجالات الأدبية والفنية، مثال عليها كمصنفات مثل الروايات وقصائد الشعر، المسرحيات، البرامج الحاسوبية وتطبيقات الهاتف الذكي، الأفلام والقطع الموسيقية، اللوحات، الرسوم، مصنفات الهندسات المعمارية، الإعلانات، الخرائط الجغرافية، كل هذا ممكن أنها تنحمي كحق مؤلف. الجدير بالذكر هنا، أحب أنوه أن البرامج الحاسوبية وهواتف التطبيقات الذكية ممكن تنحمها حق مؤلف، وممكن تنحمها أيضا كبراءة اختراع حسب قوانين الدول. هنا عندنا في سلطنة عمان، حسب القانون في سلطنة عمان، برامج التطبيقات، البرامج الحاسوبية وتطبيقات الهاتف الذكي ممكن حمايتها ككوبي رايت، حق مؤلف، وليس كبراءة اختراع. ولكن في بعض الدول مثل أمريكا ممكن حمايتها أيضا كبراءة اختراع. نقطة جدا مهمة في حق المؤلف أريد أركز فيها، أن الحماية للتعبير عن الفكرة وليس الفكرة بحد ذاتها. بمعنى، نعطيها مثال حتى تصل الفكرة، أن الجميع من حقه أن يفكر، الجميع من حقه أن يفكر، لكن أنا أحمي تعبيري عن الفكرة. ممكن أنا أفكر وأنت تفكر بنفس الموضوع، ولكن تعبيري أنا عن الفكرة غير عن تعبيرك أنت عن الفكرة. فبالتالي الحماية عن التعبير عن الفكرة وليس الفكرة بحد ذاتها. بعطي مثال هنا، خلنا نقول أن هناك في سلطنة عمان مثلا ظاهرة اجتماعية منتشرة، مثلا تسريح عن العمل، البطالة، ارتفاع المهور، ارتفاع نسبة الطلاق، أي مواضيع أو ظواهر اجتماعية. هذه كفكرة موجودة في المجتمع، أنا ما أقدر أحتكر الفكرة وأسجلها مثلا حق مؤلف. لكن أنا مثلا كاتبة، ممكن أكتب عن هذه الفكرة مسلسل، أكتب نص مسلسل، بالتالي أنا كتابتي للنص المسلسل أو هذا المصنف ممكن أنا أحمي كحق مؤلف. شخص ثاني يمكن شاعر يتكلم عن هذه الظاهرة عن طريق قصيدة شعرية، فبالتالي هو ما تحمي الفكرة، الظاهرة موجودة، ولكن تحمي تعبيرك عن الفكرة من خلال مثلا القصيدة الشعرية. شخص آخر مثلا رسام، ممكن يعبر عن هذه الفكرة برسمة، فالرسمة هي التي تحمى كحق مؤلف وليس الفكرة بحد ذاتها. فهذه هي المفهوم في حق المؤلف، أن نحمي تعبيرك عن الفكرة وليس الفكرة بحد ذاتها، لأن من حق الجميع أن يفكر بنفس الفكرة. ما هي الحقوق الممنوحة بالنسبة لحق المؤلف؟ هناك حقين، سواء الحقوق المعنوية والحقوق المادية في حالة الاستغلال التجاري. الحقوق المعنوية معناتها أن صفة الأبوة، أنك أنت صاحب هذا المؤلف أو صاحب هذا القصيدة الشعرية أو صاحب هذا الرسمة، فيكون ارتباطك باسم أنت المؤلف، مؤلف هذا الكتاب أو مؤلف هذا القصيدة أو أنت الرسام لهذه الرسمة، فهذا حق معنوي أن اسمك ينذكر كمؤلف لهذا الكتاب، وهي غير محدودة بالسنين، حمايتها معنوية غير محدودة بالسنين. يعني مئات المؤلفين اللي ماتوا ولا زالت كتبهم موجودة ولا زال اسمهم يذكر كمؤلف لهذا الكتاب. فبالتالي الحقوق المعنوية هي حقوق غير محدودة بالسنين، وعلى مر السنين هي تعتبر حق معنوي. أما بالنسبة للحقوق المادية، متى ما تم استغلال المصنف الأدبي أو الفني استغلالاً تجارياً، يعني تحصل من ورائه على عوائد مالية، هذا يسمى حقوق مالية، أنك أنت تحصل عائد مالي مقابل استغلالك التجاري. كيف تستغله تجاري؟ ممكن عن طريق نشره، أنك أنت تبيعه في المكتبات، القصيدة الشعرية مثلاً أنك أنت تنشرها، رسمة مثلاً أنت تبيعها، أي نوع من عوائد، أي نوع من أنواع الاستغلال التجاري. بالنسبة إلى الحقوق المادية، طبعاً هي مدة حياة المؤلف، بالإضافة إلى من 50 إلى 70 سنة من وفاته. يعني أنا خلنا أقول مؤلفة كتاب معين، وهذا الكتاب تم استغلاله تجارياً ونشره وبيعه في المكتبات، العائد من هذا البيع حتى بعد موت المؤلف يرجع إلى الورثة تبعه، يعني لمدة بعض الدول 50 إلى 70 سنة حسب القوانين المحلية لكل دولة. بالتالي هناك الفائدة حتى بعد موت المؤلف، يعني بفترة جدا طويلة. بعد هذه الفترة يصبح المصنف الأدبي يسقط في الملك العام، ويستطيع أي شخص استخدامه بدون الرجوع إلى صاحب الحق الأساسي.
هذا باختصار الحقوق المرتبطة بحق المؤلف. في سلطنة عمان هناك يستطيع صاحب المصنفات الأدبية، إذا يعني يحب أن يسجل مصنفاته الأدبية أو الفنية، التوجه إلى المكتب الوطني للملكية الفكرية التابع لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. إجراءات جدا بسيطة ورسوم جدا مخفضة، وفي النهاية تحصل على شهادة يسموها شهادة إيداع مصنف، تعطيك حقوقك وتبين حقوقك بالنسبة إلى الكوبرايت، وهذا هي شكل الشهادة بشكل عام، هي شهادة إيداع مصنف بالنسبة إلى نوع اللي هو حق المؤلف. طبعا في مصنفات مستبعدة من حماية بموجب حق المؤلف، اللي هي الأنظمة والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الإدارية والاتفاقيات الدولية، هذا ما ممكن أنها تعود لشخص معين أنها تحمى ككوبي رايت، هذه تكون حق ملك عام، ما تنشره الصحف والمجلات بالنسبة للأخبار والنشرات الدورية، وأيضا بعض الأفكار والمفاهيم والعلوم الرياضية والحقائق المجردة، ما ممكن أن إحنا تكون مستبعدة من حماية بموجب قانون حق المؤلف، وتختلف الضوابط من دولة لدولة أخرى حسب القوانين المحلية لكل دولة. هذا بالنسبة لأول نوع من أنواع الملكية الفكرية. لو نتحدث عن النوع الثاني واللي هو يعني يرتبط فينا، إحنا لما نذهب إلى السوق، إذا نذهب إلى المجمعات التجارية، نرى آلاف من العلامات التجارية اللي هي تريد مارك. ما هي العلامة؟ العلامات التجارية تعتبر أيضا نوع من أنواع الملكية الفكرية. العلامة التجارية هي إشارة تميز السلع والمنتجات لهذه الشركة عن نظيراتها من المنافسين من سلع وخدمات شركات أخرى. وبالتالي أنا كمستهلك من خلال إن أنا أعرف العلامة التجارية، العلامة التجارية تعطيني الكثير، يعني هي تعطيني من خلال العلامة التجارية أعرف جودة المنتج تقدمه هذه الشركة، أعرف أسعارها مثلاً، أعرف انطباعي أنا من خلال تجربتي من تجربة علامة تجارية معينة مقارنة بمنافستها في نفس المجال. فبالتالي العلامات التجارية لابد أن تكون مميزة، يعني أنت أنا صاحبة شركة أو صاحبة خدمة، لما أسجل علامة تجارية حتى أستطيع تسجيلها في سجل العلامات التجارية لازم أن تكون العلامة مميزة وأن لا تكون مخادعة. ما معنى أن لا تكون مخادعة؟ يعني المستهلك اللي هو أنا المستفيد المستهلك الزبون أستطيع أن أميز العلامة التجارية هذه، وأستطيع أن ما يكون يدخلني الشك أنه هل هذه العلامة تقليد أو أصل. وتصير حالات أنه هناك في تقليد لعلامات تجارية كبرى راح أتكلم عنها لاحقا، ولكن الأصل في تسجيل علامات التجارية كنظام ملكية فكرية لابد أن تكون العلامة مميزة وغير مخادعة وغير مشابهة لعلامة تجارية مشابهة، لأن هذا تعتبر من المنافسة غير المشروع لما تكون علامتك التجارية شبيهة لحد جدا كبير ومضلل للمستهلك في حالة أن العلامة تكون غير مميزة. طبعا العلامات التجارية تختلف حسب صاحب المؤسسة أو الشركة أو صاحب المنتج كيف يحب يكون علامته التجارية، قد تكون كلمات، قد تكون حروف اختصارات، قد تكون أسماء، قد تكون رسوم، قد تكون صور، أو قد تكون كومبينيشن، يعني دمج كلمات مع صورة، صورة مع رسمة مع اسم. لك الحرية في اختيار العلامة التجارية، ولكن الأفضل أن تكون علامة تجارية بسيطة تبقى في ذهن المستهلك حتى يستطيع تمييز علامتك التجارية عن علامة المنافسين. نيجي هنا على موضوع أهمية العلامات التجارية. يعني هنا عندنا إحصائية 2022 التوب 20 best global brands in the world، يعني أفضل العلامات التجارية وأكثرها قيمة سوقية في العام 2022 كعلامة تجارية، هنا أتكلم فقط كبراند وليس كشركة. فهنا تأتي في المرتبة الأولى أبل، ومن ثم مايكروسوفت وأمازون وجوجل وسامسونج، هذول التوب الأربعة كأفضل العلامات التجارية وأكثرها قيمة في السوق. هنا عندنا مثال انتهاكات علامات تجارية. يعني أنا كمستهلك في الثانية واحدة أنا لا أرى هناك فرق ما بين العلامة التجارية في الأعلى والعلامة التجارية في الأسفل، لكن ممكن بعد ما تركز بعد 5 ثواني دقيقة في بعض الأحيان أرى أن هناك في اختلافات بسيطة، فهذا تعتبر انتهاكات في العلامة التجارية، أنه أنا كمستهلك أو مستفيد نهائي ما أعرف وين العلامة الأصلية أو المنتج الأصلي وين المنتج المقلد، فبالتالي هذا تعتبر انتهاكات ومنافسة غير مشروعة لما يكون العلامة التجارية جدا مضللة ولا يستطيع المستهلك
إنه يميز ما بينها. ففي هذه الحالة هذا التقليد وهنا الأصل، ونشوف أن الفروقات جدا بسيطة في كلمة مثلا مسافي وهنا مساقي، حرف القاف وهنا الفاء، وتغيير جدا بسيط فقط في الديزاين، فهذا تعتبر انتهاك، يعني هذا يعتبر أنه مساقي انتهكت العلامة التجارية لمسافي، وبالتالي تستطيع مسافي رفع دعوى قضائية ضد هذه العلامة التجارية المزيفة وأن تربح هذه القضية، لأن في تضليل للمستهلك أنه واستخدامها لعلامة تجارية مشابهة أنها سجلت قبل ما هي تدخل إلى السوق. فأحبت أعطيكم فقط مثال، والمستهلك أنه لازم يركز أنه أحياناً يكون في السوق أيضاً في انتهاكات وفي علامات شبيهة جداً بعلامات أصلية، فلا بد أن ينتبه المستهلك يعرف وين التقليد وين الأصل بالنسبة إلى المنتجات من خلال العلامات التجارية. نيجي لنوع آخر من أنواع الملكية الفكرية اللي هي ما يختص بالمظهر الخارجي للمنتج، والمظهر الخارجي تعتبر عامل جدا مهم في جذب الزبون، يعني أحيانا عندك منتجين نفس الجودة ويقدم نفس الخدمة يعني نفس التقنية، ولكن أنت كمستهلك تفضل هذا المنتج عن هذا المكتب، والسبب فقط الشكل الخارجي، الشكل الخارجي مثلا أنه سهل الحمل، ألوانه جميلة جذابة، سهل مثلا الحمل، سهل الاستخدام. فالتصميم الصناعي الخارجي أيضا ممكن يحمى كملكية فكرية، يسموه الاندستريال ديزاين، لأنه يلعب دور كبير وعنصر جذاب للمستهلك لشراء أي منتج كان. أكثر ما التصاميم أكثر المجالات اللي يسجلوا تصاميم صناعية اللي هي مجالات الأثاث، اللوازم المنزلية، المعدات، المجوهرات، شكل المجوهرات، الأجهزة الإلكترونية والمنسوجات. بالنسبة لحماية التصاميم الصناعية ممكن حمايتها على نطاق الدولة، أو هناك أيضا أنظمة دولية ممكن أنت تحميها على نطاق أوسع. التصاميم الصناعية مدة حمايتها 10 سنوات وقابل للتجديد، وتختلف حسب كل دولة وقوانينها في هذا المجال. نيجي لموضوع ثاني وهو أو نوع آخر من أنواع الملكية الفكرية اللي هي الأسرار التجارية، والأسرار التجارية نقيضها البراءات الاختراع، وراح نشوف الفرق ما بين السر التجاري وما بين براءات الاختراع. السر التجاري هو باختصار أن المعلومات تكون سرية، أن صاحب الشركة أو صاحب المنتج أو صاحب الخدمة يفضل أن يحمي الميزة التنافسية تبعه كسر تجاري. السر التجاري ما يتطلب أي تسجيل، يعني أنت ما مثل بقية الأنواع تروح إلى المكتب الوطني مثل الملكية أو إلى المكتب الدولي وتسجله وتدفع رسوم التسجيل. لا، السر التجاري أنك أنت ارتأيت أنك تفضل أنه تبقيك سر تجاري خاص في الشركة، ما في أي رسوم تسجيل أو تطلب تسجيل، وسعر المفعول وهو طبعا غير محدود بالزمن لأنه هو سر، يعني السر ما دام لم ينكشف إلى عامة الناس تبقى هذا السر ميزة تنافسية للشركة. طبعا الأسرار التجارية قد تنقسم إلى المعلومات التجارية تكون سرية مثل طرق التوزيع، قائمة الموردين، قائمة العملاء والزبائن، استراتيجيات التسويق التي تستخدمها الشركة، المعلومات المالية، هذا كلها ممكن تكون أسرار تجارية خاصة بالشركة. أيضا قد يشمل الأسرار التجارية أيضا المعلومات التقنية والفنية مثل عمليات التصنيع، أكواد المصادر، الوصفات، نسبة الإنجريدينت، المكونات، وش المكونات، كل المكونات الداخلة فيها، نسبها، ظروف التصنيع اللي صارت فيها. فهذا ممكن أنت تحميها كبراءة اختراع إذا كانت تكلم فيها أشياء جديدة، أو ممكن تفضل أنك تحميها كسر تجاري، لأن براءة الاختراع تطلب منك الإفصاح عن التقنية ويتم نشرها، يعطوك يعني حماية مؤقتة مدتها 20 سنة، وبالتالي تسقط هذه التقنية في الملك العام. ولكن الأسرار التجارية لا، تستمر معك طول الزمن ما دام أنك تحتفظ بهذا السر. ولكن إذا كان هذا السر التجاري لأي سبب كان قد انتشر للخارج، بالتالي أنت ما تقدر تقاضي الطرف الآخر إذا تم تقليدك، لأنك أنت حمايته تفضلت حمايته كسر تجاري. أكثر المجالات اللي يستخدموا السر التجاري كحماية نظام ملكية فكرية اللي هي مثلا خلطات العطور،
فيقول أنا أتميز بخلطة عطور معينة فيها بعض المكونات بنسب معينة، ما يحب إنه هو يصرح فيها علشان تعطي ميزة تنافسية. يعني العطر في تراكيز معينة أو إنجريدينت معين يطلع بالشكل النهائي اللي يتقبله المستفيد الأخير. أيضا مثلا خلطات المواد الغذائية، أحيانا يعني بعض الخلطات أنا ما أفصح عن كل المكونات أو نسب المكونات لأنه هذا يعطيني قيمة تنافسية في السوق. وأيضا بعض الشركات تسجل بعض الأشياء براءة اختراع، وبعض الأشياء تفضل أنها keep it secret، يعني تحطيها كسر تجاري كنوع من أنواع الملكية الفكرية. نيجي لنوع آخر من أنواع الملكية الفكرية اللي هو براءات الاختراع الباتنت. براءة الاختراع هو حق استئثاري حصري مدته 20 سنة إلى 25 سنة في بعض الدول، يمنح نظير اختراع سواء كان على شكل منتج، جهاز، تركيبات كيميائية، عمليات لإنتاج مركب كيميائي، الآلات، الأجهزة، التقنية، أي تقنيات جديدة أنت تضيفها إلى جهاز موجود، ممكن كلها تحمى كبراءة اختراع. طبعاً البراءة تمنح حسب الدولة، يعني أنت سجلتها في سلطنة عمان فتكون الحماية في سلطنة عمان، وتبدأ الحماية منذ تاريخ إيداع الطلب، يعني 20 سنة تبدأ الحماية 20 سنة من تاريخ إيداع الطلب. هذا الحق الحصري يمنع الآخرين من استخدام التقنية أو الجهاز، بيعه، تصديره بدون الرجوع إلى صاحب الحق الأساسي. فأنت ممكن تنشي منه شركة خاصة فيه أو تعمله ترخيص لشركات أخرى وتحصل على عائد استثماري. مثل ما أسلفت، موجب الحماية لبراءة الاختراع هي 20 سنة، في بعض الدول ممكن تمتد إلى 25 سنة من تاريخ إيداع الطلب. والبراءة تمنح مقابل إفصاح عن الاختراع للمجتمع والناس، وهذا اللي تكلمت عنه، الفرق بينه وبين الأسرار التجارية. هنا حتى تحصل على شهادة براءة اختراع وتعطى 20 سنة حق حصري لهذه التقنية، أنت لابد أنك تفصح عن هذا التقنية والاختراع في المكاتب اللي أنت بتسجل فيها، سواء كان المكتب العماني أو المكتب الأوروبي أو المكتب الأمريكي. أنت تفصح عن هذا الاختراع ويتم في النهاية تقييمه ضمن شروط معينة، إذا توافت هذه الشروط راح أذكرها لاحقاً، تعطى حق حصري مدته 20 سنة إنه يمنع الآخرين من استخدام هذه التقنية أو ترخيصها أو بيعها أو استيرادها دون موافقة صاحب الحق الأصلي. السؤال الحين اللي يطرح نفسه، هل البراءة نافذة وصالحة في جميع دول العالم؟ البراءة ليست لا تعطي حماية عالمية، أنت تختار الدول التي تريد حماية اختراعك وابتكارك فيها، تحدد الدول حسب وين السوق لهذه التقنية وتحمي اختراعك في هذه الدول. طبعاً بالإمكان أنت تحمي في جميع الدول، لكن العملية مكلفة لأنك في كل دولة هناك رسوم تسجيل ورسوم البحث والفحص ورسوم الشهادة، وعليك تجديد كل سنة تجددها لمدة 20 سنة، فبالتالي العملية مكلفة نوعاً ما. وبالتالي أنت لازم تكون كمخترع ومبتكر ذكي وتختار الدول اللي تريد فعلاً حماية هذه التقنية فيها، اللي هي الدول اللي راح تصنع فيها التقنية واللي راح تبيع فيها هذه التقنية، من أهم الدول اللي أنت راح تحمي فيها اختراعك أو الابتكار تبعك. هناك موضوعات مستثناء من براءة الاختراع ما ممكن حمايتها كبراءة اختراع، مثل الاكتشافات اللي أوريدي موجودة في الطبيعة والبيئة، النظريات، الأصناف النباتية والحيوانية، طرق تشخيص وعلاج الإنسان، فيها ضوابط بعض الدول. بعض الأشياء طبعاً في من ناحية الصيدلة والأدوية ممكن الحصول على براءة اختراع، لكن بعض الأشياء الأساسية ما ممكن حمايتها كبراءة اختراع حسب أنظمة كل دولة، برامج الحاسب الآلي. وأيضاً هناك شروط في بعض الدول إنه اختراعات لا تمس الأمن القومي أو الآداب العامة، هذا طبعاً أيضاً قوانين تخص كل دولة. يعني بعض الدول تمنع أي تعطي براءة اختراع مثلاً لأسلحة أو خاصة بالأمن القومي أو قنابل وغيرها، بعض الدول ممكن تسمح، فهناك ضوابط حسب كل قوانين كل دولة. ما هي شروط منح البراءة؟ ثلاث شروط رئيسية متعارف عليها عالمياً. الشروط الثلاثة الرئيسية هو أولاً أن يكون الاختراع جديد، ما موجود أبداً في الفن السابق، ما موجود أبداً في أي تقنيات، ما موجود حتى في الدول الأخرى، هذا أول شرط. الشرط الثاني أن يكون الاختراع في خطوة ابتكارية، وهذا هو الحد الفاصل في منح أو رفض البراءة.
أن يكون الاختراع في خطوة ابتكارية، في شيء مبتكر، يعني ما ممكن الإنسان العادي يفكر بنفس الحل بدون ما يعمل أبحاث، بدون ما يعمل trial and error وكذا. فبالتالي هذه هي الخطوة الابتكارية. وثالث شرط اللي هي قابل للتطبيق الصناعي، أنت ما ممكن تحمي فكرة من الخيال، ما ممكن تطبق صناعيا، يعني don't applicable. فثلاث الشروط الرئيسية لمنح براءة الاختراع، ولابد أن تكون كلها متوافقة فيها الاختراع، أن تكون جديدة، خطوة ابتكارية، وقابل للتطبيق الصناعي. الشرط الرابع يعتمد على بعض الدول تحط شروط إضافية، أن مثلا إن مثلا الاختراع ما يخالف الشريعة الإسلامية، أو ما يخالف أو ما يمس الصحة البشرية أو البيئة أو مثلا الأمن القومي. فهذا شرط خاص ببعض الدول. الحين السؤال، كيف أعرف أنه اختراعي جديد ما موجود مثلا في فن يسموه الفن السابق اللي هي البراير آرت؟ الفن السابق أنه يكون الفكرة ما موجودة في كتب علمية، ما موجودة في أوراق ومجلات علمية، ما موجودة في براءات اختراع سابقة أو إفصاحات سابقة أو مثلا مؤتمرات ومقابلات تلفزيونية وإذاعية وغيرها. فهو جديد، بالمعنى جديد أنه لما يأتي الفاحص الفني ويفحص الاختراع راح يشيك في الكتب العلمية والبراءات وقواعد بيانات الدولية والأوراق العلمية حتى يستطيع منحك براءة اختراع لهذا الفكرة. هذا باختصار الشكل لما يعملوا ببليكيشن في قواعد بيانات براءة الاختراع، يكون فيها رقم خاص لكل براءة اختراع، فيها معلومات خاصة بالتاريخ إيداع الطلب، تاريخ منح البراءة، من هم المخترعين، من أي دولة، ما اسم الاختراع، نبذة عن الاختراع، وتفاصيل أكثر تقنية في الصفحات اللي بعد هذه الصفحة. فبالتالي المستند البراءة أو قواعد البيانات براءات الاختراع تحتوي على كم من المعلومات الهائلة على حسب أنت من. هل أنت عالم وباحث ومبتكر ومخترع؟ راح تبحث عن المعلومات التقنية والفنية، بتحصل تفاصيل الاختراع، الميزات التقنية، طريقة العمل والتصنيع. خلنا أنت شخص قانوني أو صاحب قرارات وتريد تشوف من تعدى على من، من انتهك براءة من، هل هذه البراءة صالحة أو لا زالت تحت مدة الحماية. ففيها معلومات قانونية أيضاً هذه المستندات، اللي هي تاريخ بداية وانتهاء البراءة، الانتهاكات القانونية، أصحاب الاختراعات. فمثلاً أحياناً بعض الشركات تنتظر مدة 20 سنة حتى يصبح هذه التقنية خارجة عن نطاق الحماية وتصبح للملك العام، وبالتالي تستطيع الشركة استغلالها تجارياً. بالتالي بعض الشركات اللي تحب تستثمر في تقنيات معينة مثلاً أحياناً تنتظر أن تعرف هل هذه التقنية لا زالت في طور الحماية أو إنها لا سقطت في الملك العام، هل محمية في الدولة الفلانية أو فقط محمية في دولتين. فالمستند يعطيك كل هذه المعلومات، أيضاً يعطيك معلومات تجارية، اتجاه التقنيات في العالم، مراقبة المنافسين وتوجهاتهم. مثلاً أنا شركة مهتمة بقطاع الاتصالات، أشوف من الشركات الكبرى اللي جالس تعمل براءات اختراع في هذا المجال، وين وصلت، أي تقنية حالياً جالسة تعمل فيها براءات اختراع. أيضاً الاستثمار في بعض التقنيات، أنا كمستثمر مهتم في مجال معين ممكن أروح أشوف في المستندات ما هي آخر التقنيات واستثمر فيها. أيضاً البحث عن شريك مهتم، قد أكون أنا باحثة في جامعة في سلطنة عمان مهتمة في مجال معين، خلنا نقول في النانو تكنولوجي، وأروح أبحث مين من الباحثين أيضاً اللي يسجلوا براءات اختراع في دول أخرى وجامعات أخرى مهتمين بنفس المجال، ممكن نطلع بشراكات أبحاث مشتركة ما بين أنا وبينهم هم في تقنيات أنا ممكن أساعد فيها. فقواعد البيانات أو مستندات براءات الاختراع هي مستندات تحتوي على معلومات جداً ثرية من نواحي مختلفة، سواء كانت تقنية، سواء كانت قانونية، أو سواء كانت تجارية. هنا حبيت أستعرض بعض أمثلة لقواعد بيانات براءات اختراع مجانية. طبعاً في منها مجاني، وفي بعض القواعد البيانات قد تحتاج إلى اشتراك ومبالغ مالية، ولكن هذه القواعد كلها قواعد بيانات مجانية، تعطيك ما هي براءات الاختراع اللي تسجلها الدول والمنشورة دولياً، مثل عند الجوجل باتنت، إي سبيس نت، يو أس بي تي أو، عندك الفري باتنت أونلاين، الباتنت لينس، كل هذه قواعد بيانات فري، ممكن أنك تدخل وتطلع على آخر براءات الاختراع في مجالات معينة أنت مهتم فيها.
هنا غطيت تقريبا 5 أنواع من أنواع الملكية الفكرية، أعطيتكم موجز بسيط عنها. الحين خلينا نشوف ما هي الشركات اللي تمتلك أكثر براءات اختراع واللي تسجل في الولايات المتحدة أو في المكتب الأوروبي، وراح أيضا أعطي كذا نبذة بسيطة لضيق الوقت عن أهم الصراعات ما بين الشركات الكبرى في مجالات الملكية الفكرية. هنا حسب إحصائيات المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع في العام 2020-2021، إنه أكثر الشركات اللي تمتلك براءات اختراع في السنتين، أول شركة اللي هي شركة الآي بي إم في العام 2021 فقط لديها ما يقارب ما يزيد من 9000 براءة اختراع، وهي شركة رائدة في مجالات الحوسبة والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية، تليها شركة سامسونج ومن ثم كانون. تلاحظوا أنه كمية براءات الاختراع اللي تسجل في السنة الواحدة حسب تقنيات مختلفة. بالنسبة لأكثر الشركات اللي تمتلك أكثر براءات اختراع في أوروبا حسب المكتب الأوروبي في العام 2021، مثل ما أسلفت سابقا، اللي هي هواوي، تقريبا في سنة 21 وحدها تمتلك ما يقارب أكثر من 3500 براءة اختراع، تليها سامسونج وبعدها ال جي. إذا جينا على هواوي تلاحظها هنا في رقم واحد في المكتب الأوروبي كرقم في تسجيلها لبراءات الاختراع، وهنا تحصلها في المكتب الأمريكي رقم 5. فلكم أن تتخيلوا كمية الأموال تضخها هواوي في عمليات البحث والتطوير وتسجيل براءات الاختراع في دول كبيرة مثل المكتب الأوروبي والمكتب الأمريكي، بالإضافة إلى أكيد في الصين. راح هنا أستعرض معكم بعض الصراعات العمالقة في تقنيات ومجالات مختلفة. دائما ما نسمع عن قضايا مستمرة ما بين أبل وسامسونج في انتهاكات بعض التقنيات، كل واحدة ترفع قضية على الثانية إن انتهكت بعض التقنيات وبراءات الاختراع. عندنا طبعا القضايا موجودة في محاكم مختلفة حول العالم. هنا على سبيل المثال في أغسطس 2012 أبل رفعت قضية على سامسونج لانتهاكها بعض براءات الاختراع الخاصة بجهازي آيباد وآيفون، وحكمت هيئة المحلفين الأمريكية شركة أبل أن سامسونج لازم تعوضها ما يزيد عن $1 مليار، ولكن استأنفت شركة سامسونج القرار واستمرت القضية ما بينهم إلى ما حد توصلت الشركتين إلى تسوية في عام 2018، والتسوية تكون خارج المحاكم. طبعا ما نعرف وش استوى ما بينهم، أكيد هناك مليارات الدولارات تم تعويضها في هذا المجال. فهذا حتى بزنس بحد ذاته، عملية رفع قضايا لشركة وأنك تحصل تعويضات مالية بقيمة هذه المليارات الدولارات، يعني it's business itself. يعني أيضا من بعض القضايا أيضا والصراعات ما بين نايك وأديداس في مجالات الأحذية الرياضية، أيضا رفعت في عام 2012 شركة أديداس دعوى قضائية ضد نايك إنها انتهكت بعض براءات الاختراع في نوع معين من الأحذية في تقنية الأحذية الرياضية، وانتهت أيضا في عام 2013 إن وافقت نايك طبعا إجراء بعض التغييرات في التصميمات الخاصة بها مع تعويض أيضا شركة أديداس بقيمة مالية وقدرها لم يتم الإفصاح عنها. ايضا من بعض الصراعات ايضا ان نايك كانت متعاقده مع مغني الراب المصمم كاني ويست، وبعدين هذا المغني ايضا وقع عقد بعد مده معينه في 2013 مع اديداس. رفعت نايك قضيه على المغني انه خالف العقد من خلال كشف معلومات سريه وكذا، ولا زالت القضيه طبعا في المحاكم، ويقال تم تسويتها خارج المحاكم ما بينهم وكذا. فهذه من بعض الطرائف في الانتهاكات ما بين الشركات الكبرى. أيضا الكثير من الصراعات والقضايا ما بين جوجل ومايكروسوفت فيما يخص براءات اختراع خاصة بأنظمة التشغيل ومحركات البحث وسوق الإعلان عبر الإنترنت. أيضا في قضايا جديدة أيضا ما بين تسلا وريفيان، وهي من الشركات الكبرى الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية. أيضا تسلا رفعت دعوى قضائية في 2021 ضد ريفيان على زاعمة أنها ريفيان تستأجر بعض موظفي تسلا، تأخذ منهم معلومات سرية خاصة بالتصنيع وغيرها، والقضية طبعا ما زالت مستمرة ما بينهم. فهذه أنا حبيت بس أعطيكم نماذج أنه
يعني كيف الملكية الفكرية تلعب دور، وكيف كبرى هذه الشركات تسجل هذه التقنيات وتستخدم نظام الملكية الفكرية، وحتى تحارب تنافس بينها وما بينها، وتحارب بينها وما بينها، ترفع قضايا فيما يخص نظام الملكية الفكرية. هذا باختصار شديد، بس حبيت أنهي حديثي أعرض أن الملكية الفكرية تعتبر تول، بزنس تول، واستراتيجيك بزنس تول أيضا، تحمي اختراع والابتكار، تسهل لأصحاب المنتجات الدخول أسواق جديدة، تمنع المنافسين في فترات معينة، تجذب المستثمرين، أيضا تجذب الشراكات ما بين القطاعات المختلفة. فهي لابد من استخدامها الاستخدام الأمثل حتى أنك أنت تستطيع تستغلها تجارياً كملكية فكرية، وتستطيع أنك أنت تحصل على عائد مالي من خلالها. هذا باختصار حدثتكم بشكل جداً مختصر وعام عن الملكية الفكرية، أتمنى أنكم استفدتوا، وممكن نفتح باب النقاش إذا تحبوا نتحدث عن أي موضوع أو أي استفسار. شكراً جزيلاً، أتمنى أنكم استفدتوا. شكرا جزيلا، شكرا لك المهندسة ثريا على هذا العرض الرائع والشرح الممتاز، كفيتي ووفيتي، يعطيك العافية. كما ذكرت المهندسة في بداية عرضها، تأتي هذه الجلسة تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية. قبل أن نأخذ أسئلتكم أو مشاركاتكم ضيوفنا الكرام، نود أن نرحب بسعادة الشيخ عبد الوهاب بن ناصر المندري، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للملكية الفكرية. مرحبا سعادتك، شكرا جزيلا لحضورك معنا اليوم. اهلا وسهلا بكم، للشرف الانضمام اليكم. دخلت متاخرا، انا في موقع شويه بعيد عن النت وعن الواي فاي، لكن تصرفت بالهوت سبوت واحاول اني اكون معاكم في المناقشه، لكنه تعقيب بسيط. كانت المحاضره مثريه جدا من المهندسه ثريا، وأنا نائب رئيس الجمعية أقول يعني باعتراف صريح إن استفدت كثيرا من الطرح، وجددت لي كثير من المعلومات، ورغم أنه كان مختصر ولكنه كان مثري جدا ومفيد، لا سيما المقارنات في النزاعات وتسوية النزاعات حول أهم الأحداث العالمية، والتي أوضحت أيضا أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية. وربما في المناقشة أطلب من المهندسة بعض التوضيحات لي وللجميع. شكرا لكم. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. سعيدة أنك موجود وتلاقينا في ورش عديدة، مشكور. الله يسلمك، للشرف. شكرا. وأشكر أيضا سعادة الأخ خليل الخنجي على الدعوة، أعتقد وصلتني البارحة، وكنت حريص على الانضمام وبذلت جهد أني أكون حاضر بينكم اليوم حقيقة، وهذا من حرص وأيضا من شغف في مجالات الملكية الفكرية. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا لك، الشرف لنا. طيب ضيوفنا الكرام، نفتح الآن باب المجال للأسئلة أو المداخلات. إذا كانت لديكم أي مداخلات بإمكانكم طرحها عبر الشات أو عبر إشارة رفع اليد الموجودة على الزوم. شكرا جزيلا لكم. هل هناك أي أسئلة مداخلات؟ إذا لا توجد مداخلات ربما. طيب نبدأ معك، تفضل. نبدأ معك سعد الشيخ، تفضل. أشكركم مهندسة ثريا، كان الطرح جميل واستوقفني موضوع النانو تكنولوجي وعلى شاكلته، يعني بطريق مزدوج مماثل موضوع الذكاء الاصطناعي وأثر الذكاء الاصطناعي كاقتصاد معرفي في توليد وصول وطنية ذات أثر في الاقتصاد الوطني وفي التوظيف الذاتي. ونحن أيضا في بلدنا الحبيب أنه نواجه مشكلة أو ملف الباحثين عن عمل،
والذكاء الاصطناعي يمثل ربما أحد الفرص الواعدة بقوة في تكوين فرص عمل ذاتية للتوظيف. لعلك تنورينا وتنوري الإخوة المشاركين، الإخوة والأخوات المشاركين في جلسة اليوم حول هذا الجانب، من حيث توليد أصول بشكل وطنية، طبعاً أصول وطنية من خلال الذكاء الاصطناعي أو النانو تكنولوجي، وأيضاً كيف ممكن أن يصار فعلاً إلى توظيف ذاتي من خلال هذه المصادر القائمة على الاقتصاد المعرفي. شكراً سعد الشيخ. أنا إذا أتحدث من جانب خبرتي المتواضعة في جامعة السلطان قابوس، يعني إحنا عندنا مركز نانو تكنولوجي، مركز بحثي خاص معنا بهذه التقنية، ويسجل عندنا تقريباً براءتين اختراع باسم جامعة السلطان قابوس من المكتب الأمريكي في جانب النانو تكنولوجي، ولا زالت هناك بعض الطلبات لا زالت في قيد، يعني في قيد التسجيل، لا زالت لم تسجل لكنها في قيد التسجيل. ففي مبادرات، في أبحاث تقام في جانب النانو تكنولوجي حسب معرفتي أنا من داخل جامعة سلطان قابوس. ما أستطيع أن أتكلم عن كدولة بشكل عام أو بقية المراكز البحثية الموجودة في السلطنة، ولكن لدينا في الجامعة مركز بحثي خاص بهذا المجال. في الذكاء الاصطناعي في جهود، يعني أتوقع جهود متواضعة يعني في الذكاء الاصطناعي، ولكن لازمنا في يمكن مراحل متقدمة، يعني مراحل بدائية، ولكن مع تكاتف جميع الجهود الحين في أكاديمية الذكاء الاصطناعي، أتوقع الأخت دكتورة زهرة، ونشر الوعي فيما يخص الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، أتوقع أن المجال راح يكبر ويتوسع وينتشر الوعي على أهمية هذا الموضوع. أنا أتفق بقوة، خصوصا مع الدكتورة زهرة وزميلتي في المركز، الدكتورة زمزم وزميلتنا الثالثة، ولكن أيضا الابتكار الآن الموجودة في تقريبا كل المحافظات، وأيضا مع وجود الجامعات الخاصة وجامعات سلطان قابوس بكل تأكيد هي في الريادة، وأيضا الكليات الخاصة وبعض المراكز لها تأثير قوي جدا في نشر الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي. اليوم أعتقد الـ AI هذا يعني يمثل ميدان تنافسي عالمي كبير جدا، وأصبحت الدول تتسابق أو المجتمعات تتسابق في مسألة الابتكارات ذات العلاقة بالاقتصاد المعرفي. وأعتقد واحدة من الأهمية بمكان، واحدة من المجالات ذات الأهمية بمكان كبير جدا، هو أنه تبني كثير من البحوث العلمية التي يمكن تحويلها إلى نماذج صناعية مثل ما أشرتي، ثم تتحول مع وجود مستثمرين وفرص ربما استثمار مشترك. أنا أعتقد هذه واحدة من الأشياء التي يمكن أن نخرج بها اليوم من خلال هذا الطرح، من خلال هذا النقاش المثري، إلى أهمية نشر الوعي المتعلق بتوليد أصول وطنية قائمة على الذكاء الاصطناعي. هذا جوهر في مسألة الملكية الفكرية وفي تقدم الشعوب، أيضا في مسألة مشكلة صعبة معنا تمثل تحدي في الدولة، وهي مسألة الباحثين عن عمل، وهذا مجال من مجالات الاستقطاب في التوظيف الذاتي. أنا أطرح هذه النقطة في هذا الشكل المبسط، ولكن بكل تأكيد في لقاءات سابقة سعادة الشيخ أتوقع أغلقت الصوت بالخطأ. نعم، آسف بالخطأ، شكرا على التوضيح، المعذرة. إيه بالخطأ ربما. طيب، شفت حد يرفع هذا، يرفع يده، ربما حد يتحدث ثم أعود إليكم في حديث لاحق إن شاء الله. ولا يهمك، بعدنا ما أخذنا المداخلة، إذا تحب تكمل ما في مشكلة. طيب نأخذ مداخلة الدكتور علي البلوشي، تفضل دكتور علي. شكرا جزيلا للمهندسة ثريا ولمجلس الخنجي ولكم جميعا. المحاضرة قيمة، وأنا أيضا رسلت لأحد الأولاد على أساس يستمع، أتمنى أن يستمع لها، ومثل ما تفضل الشيخ عبد الوهاب أيضا المبادرات الشبابية والبحثين عن عمل
هم ثلاثة من الشباب اتجهوا إلى التقنية وإلى الذكاء الاصطناعي، ولديهم منتج لا أروج عليه له الآن، ولكن اسمه مزون، وهو عبارة عن منتج يتنبأ عن احتمالات الخطأ في المصانع وغيرها، محطات التحلية، محطات الكهرباء. فسؤالي الآن، يعني إلى من يتجه لتسجيل هذا المنتج، وما هي المراحل؟ إذا كان ممكن تنورينا المهندسة. المنتج طبعا جرب دوليا ونجح الحمد لله رب العالمين، وهم الآن يعني مجتهدين على أساس أنه يكون منتج عماني فريد، ونتمنى لهم التوفيق. شكرا لكم جميعا. شكرا دكتور علي على المداخلة والسؤال. إذا على النطاق المحلي، ممكن التوجه مباشرة إلى المكتب الوطني للملكية الفكرية التابع لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهناك راح يساعدوهم الجماعة في المكتب الوطني في البروسيس تبعهم، عمليات التسجيل ودفع الرسوم وغيره. عندهم مبادرة حلوة إذا كانوا هم لا زالوا طلبة ضمن مؤسسة أكاديمية، في تخفيض بنسبة 90% في رسوم تسجيل براءات الاختراع لطلبة المدارس وطلبة الكليات والمؤسسات الأكاديمية. ولكن بالإمكان أيضاً أنه ما تكون فقط الحماية محلية، ممكن أنهم يسجلوا في قواعد أو في النظام الدولي، اللي هو النظام الدولي للتعامل بشأن البراءات البي سي تي، وهو نظام إلكتروني اللي هو الإي بي سي تي. ممكن أنهم يسجلوا عن طريقه، وبالتالي يكون يعني الفيزيبلز دوليا، يعني تعطيك انك تظهر في القواعد بيانات الدوليه ويكون معترف بك في قواعد بيانات الدوليه. فهم لهم الخيار انه يسجلوها محليا من خلال المكتب الوطني، او انه اذا حابين يسجلوها دوليا. شكراً دكتور علي، شكراً جزيلاً. مداخلة أخرى من الأستاذ طلال البلوشي، تفضل. صباح الخير جميعاً. بداية نشكر المهندسة ثريا على هذه المحاضرة القيمة والتي سلطت الضوء على أنواع الملكية الفكرية، وحقيقة كانت محاضرة شاملة ومبسطة، استطعنا من خلال متابعة طبعاً هذه المحاضرة فهم الموضوع بطريقة أعمق، والحمد لله. مهندسة ثريا، طبعا احنا نرحب بالتعاون حقيقة معك مستقبلا كوزارة، يعني كممثلين لوزارة العمل. عندنا منظومة اسمها منظومة الابتكار وإدارة التغيير، طبعا منظومة الابتكار المؤسسي متخصصة في هذا الجانب. العام الماضي بدأنا بتحويل بعض البحوث ونتائجها وتوصياتها من نتائج مكتوبة طبعا إلى ممارسات عملية تطبق في المؤسسات الحكومية، وبالتالي نعتقد ان احنا استطعنا انتاج بعض الممارسات العمليه او المنهجيات الاداريه، وحقيقه نسعى هذا العام ان نسجل بعضها. يعني فنريد يعني مشورتك في هذا الجانب، ايش تنصحين او ايش تقترحين؟ هذا السؤال الاول. ايضا السؤال الثاني، طبعا هل توجد هناك خطه للسلطنه لزياده عدد الملكيات الفكريه وغيرها من المخترعات المسجله؟ لأن نحن عندنا في مؤشر الابتكار حقيقة مستوى السلطنة منخفض، وأيضاً في رؤية عمان 2040 هناك هدف لرفع هذا المؤشر، وبالتالي يعني الرفع لن يتحقق إلا بتسجيل عدد أكبر من الملكيات الفكرية يعني. وشكراً. شكراً أخ طلال بلوشي على الملاحظات. إذا أجي الشق الثاني من السؤال، فعلاً الأعداد جداً متواضعة فيما يخص تسجيل براءات الاختراع المحلية هنا في سلطنة عمان. كان أنا كنت في بحث في 2019 بالتعاون مع المنظمة العالمية ووزارة التجارة، وكان في دراسة ميدانية لأعداد براءات الاختراع وكذا، فكانت فعلاً الدراسة أنه هناك أعداد جداً متواضعة، وهذا أيضاً يعني طبعاً يعكس سلباً على مؤشر الابتكار العالمي لسلطنة عمان. فعلا في هناك جهود مبذوله، سواء كانت من وزاره التجاره او من وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، وصارت في مختبرات. اجتمعنا احنا اصحاب المصلحه جميعا من الجامعات وبعض الشركات، وزاره التربيه والتعليم، وزاره التعليم العالي، والمكتب الوطني، وزاره التجاره، للنظر في اسباب
عزوف المبتكرين المخترعين عن التسجيل؟ هل هي الأسباب تعود إلى قلة الوعي؟ طبعاً هناك تحديات يمكن في قلة الوعي بالاهتمام بهذا الجانب، بالتالي زيادة عدد الورش والمحاضرات كل حسب مؤسسته، بالإضافة إلى المبادرات داخل المكتب الوطني بالنفس، أنه كيف أنا أشجع المبتكرين والمخترعين أنه يجوا يسجلوا عن طريق مثلاً تفعيل النظام الإلكتروني، أنه حالياً النظام غير إلكتروني، فالمبتكر أو المخترع يحتاج أنه يذهب مباشرة للوزارة ويسلم الأوراق الرسمية الأوراق ويكمل البروسس وغيرها. فالحين المبادرات أنه يتم تحويل هذا النظام لنظام إلكتروني، كما أسلفت مبادرة اللي هي تقليص الرسوم، لأنه أحيانا تكون عوائق مالية، لأنه عملية التسجيل عملية نوعا ما مكلفة، ممكن الباحث عن العمل أو الطالب ما عنده القدرة المالية أنه هو يروح ويسجل، فهذه المبادرة أيضا يشكر عليها أنه عطوا نسبة تخفيض 90% لطلبة المدارس وطلبة الكليات والجامعات. وعندهم أيضا مبادرات عديدة، منح، أعتقد كان في منح من صندوق رفد لعدد معين أنه يساعدوهم في عملية التسجيل ويأخذ عنهم التكاليف المالية كاملة، وغيرها من مبادرات. إحنا مثلا في جامعة سلطان قابوس نعمل العديد من الورش للأكاديميين والباحثين والطلبة بشكل عام، باعتباره مصدر ممكن لأبحاث علمية ممكن أنها تطلع بابتكارات تسجل كملكية فكرية، وهذا دور بقية الكليات أكيد والمراكز البحثية، ووزارة التعليم العالي أيضا قائمة بهذا الدور من خلال مراكز تقنية ونقل التقنية، عملوا مثل مركز وطني لنقل التقنية ويكون في فوكال بوينت من جميع الكليات والجامعات، ويعطوهم مثل الورش والتوعية علشان هم بدورهم ينقلوا هذه المعرفة إلى أصحاب المصلحة داخل هذه الكليات والجامعات. بالنسبة للشق الأول من سؤالك، طبعاً أكيد إحنا نسعد بأي تعاون مع أي جهة كانت، سواء وزارة العمل أو وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي، لدينا كثير من التعاون ما بين قطاعات مختلفة. أكيد ممكن أي نظام جديد إلكتروني سواء يخدم المؤسسة بشكل عام في تسهيل الإجراءاتها ممكن حمايته، وممكن إحنا نجلس مع بعض ونشوف طرق تعاون مشتركة بين جامعة سلطان قابوس ووزارة العمل. بالعكس أنا أرحب هذا الشيء. شكراً باش مهندسة. طبعاً أنا إن شاء الله راح أتواصل معك بعد هذا اللقاء وراح نتفق على بعض التنسيقات إن شاء الله، لأن نحن نريد فعلاً نكون ضمن الجهود هذه المبذولة في سبيل تعزيز يعني موقع السلطنة فيما يتعلق بمؤشر الابتكار العالمي. شكراً جزيلاً. شكراً جزيلاً طلال. طيب ضيوفنا الكرام، هل هناك أي مداخلات أخرى؟ بإمكانكم طرحها عبر الشات عبر إشارة رفع الإيد الموجودة على الزوم. تفضل أستاذ أحمد الغافري، تفضل. أستاذ أحمد الغافري، تفضل. أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر المهندسة ثريا على هذا الإثراء اليوم، وأشكر أيضا الشيخ خليل الخنجي على الدعوة. عندي استفسار بخصوص البنكية الفكرية والتعديل فيها. أعتقد تعطوا فترة لتعديل البيانات على الملكية الفكرية في الموقع الإلكتروني أعتقد، فأريد أستفسر المدة اللي تعطوها وكم هي وكيف طريقة التعديل. شكراً. شكراً أخ أحمد، بس ما فهمتك، تقصد براءات اختراع أو أي نوع من الملكية الفكرية؟ وهل تقصد هنا المحلي بالنسبة لسلطنة عمان؟ نعم، المحلي، المصنفات السمعية والبصرية هنا في سلطنة عمان، في معلومات التسجيل للملكية الفكرية، في فترة أعتقد فيها ممكن بإمكاننا نعمل تعديل في البيانات أو في شيء من الأشياء اللي تنضاف لاحقاً، مثلاً صارت عندي مستجدات في الملكية الفكرية أو صار عندي مستجدات في المشروع، أريد أضيفها أيضاً من ضمن بيانات الملكية الفكرية. فهل في مدة أنتم معتمدينها، يعني مثلاً خلال سنة أو خلال نص سنة ممكن أنا أعدل في البيانات للملكية الفكرية تبعي اللي تم تسجيلها سابقاً؟
بحكم أنا عملي في الجامعة وليس في المكتب الوطني، فما عندي خلفية عشان أعطيك exactly كم المدة لكل نوع من أنواع الملكية الفكرية، بس فعلاً فيها مدة تسمح فيها بالتعديل قبل ما أنها يعني يبث فيها بالنسبة للرفض أو المنح حسب كل نوع من أنواع الملكية الفكرية. فمثلاً لأني أنا تعاملت معهم في براءات الاختراع، سجلت معاهم كم تطبيق خاص بالجامعة، لأني أنا كممثلة من جامعة السلطان قابوس، كان في مدة معينة بالنسبة لبراءات الاختراع، ولكن بالنسبة للمصنفات الأدبية والسمعية كم المدة صراحة ما عندي خلفية، بس ممكن تتواصل مباشرة معاهم من المكتب ويعطوك كامل التفاصيل. طيب أستاذة، شكرا شكرا. شكرا. شكرا جزيلا. طيب دكتور محمد وضع هنا إيميلك، إيميل المهندسة ثريا في حالة أحببتم التواصل. شكرا جزيلا لك دكتور محمد. ضيوفنا الكرام، هل هناك أي مداخلات أو استفسارات أو أسئلة للمهندسة ثريا قبل أن نختم جلستنا اليوم؟ ممكن استفسار بسيط؟ تفضل تفضل سعادة الشيخ. مهندسة ثريا، وددت التواصل معك يعني في بعض الأمور، لأننا مقبلين على احتفال سلطنة عمان باليوم العالمي للملكية الفكرية يوم 17 مايو. هذا في تنسيق تم مع منظمة، وتم أن تكون احتفالية السلطنة ذات خصوصية عمانية، وهذا اليوم المقترح. وهنا دعوة للجميع، ومتوقع أن يكون، مش متوقع تقريبا حسم، أنه يكون الاحتفال في مقر البنك الوطني العماني بالعذيبة، مقر رئيسي، 7 مساء بإذن الله تعالى يوم 17 مايو. مهندسة ثريا، أنا وددت التواصل معك وتتكرمي بس عن طريق الجماعة اليوم إدارة هذا الاجتماع تبعثي لي رقم التواصل حتى أتحدث معك في بعض مواضيع ذات العلاقة بالاحتفال. وعندنا جلسة، بالعكس نكون سعيدة جدا بالتعاون وأيضا بالاحتفال معكم بهذا اليوم إن شاء الله. إلهام ممكن تعطيك رقم تلفوني إن شاء الله، وبيكون في جلسة حوارية لمبتكرين عمانيين، وكلها ابتكارات رائدة ولها صدى دولي. وهذه الجلسة الحوارية خطر في ذهني أنه تكوني معنا في هذه الجلسة، ربما تدير الجلسة. إحنا قالوا لي أنا، ولكن الحين أنا أقول ثريا، وإن شاء الله بتواصل. على كل حال في هذا الجانب تبعثي للرقم. أنا فقط أسأل أيضا من ضمن الإضافات، طبعا هناك أنت يعني ذكرتي عن جوانب من جوانب الملكية الفكرية مثل أسرار التجارة وبراءات الاختراع أو البراءات بشكل عام، البيتنتس، وذكرتي أيضا عن العلامات والمصنفات وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ولكن هناك من الأطروحات التي تسمع دائما وربما يعني ما فيها تفصيل أو وعي الناس أو وعي المجتمع محدود، وهي المؤشرات الجغرافية. ونحن معانا مؤشرات جغرافية ذات ثراء وطني أو ثراء اقتصادي أيضا، ممكن تعطينا نبذة بسيطة إذا كان الوقت يسمح باختصار في هذا الجانب لو تكرمتي؟ فعلا المؤشرات الجغرافية أحد أنواع الملكية الفكرية اللي، وإحنا عمان فعلا عندنا العديد من المؤشرات الجغرافية. على سبيل المثال نار أشهر من علم اللي هي رمان الجبل الأخضر، يعني رمان الجبل الأخضر يعتبر أحد المؤشرات الجغرافية، أنه الرمان بالجبل الأخضر بالظروف المناخية للجبل الأخضر وظروفه فيه يعني خصوصية خاصة فيه، ما ممكن أطلق على رمان أي منطقة أخرى رمان الجبل الأخضر إلا إذا كان فعلا تم زراعته وحصاده من الجبل الأخضر. أيضا عندنا الليمون اليابس أحد المؤشرات الجغرافية الموجودة في سلطنة عمان ولها طابعها الخاص. فهذه الملكية الفكرية تعود للدولة ومنطقة جغرافية معينة لها خصائصها المعينة تعطيها الميزة الخاصة فيها أنها تنسب إلى مؤشر جغرافي معين، مثل بعض أنواع العنب أو أنواع الأجبان في الدول الأوروبية أيضا ترمز إلى مؤشر جغرافي معين لأن جودتها طعمها يختلف عن مكان مختلف، فدائما ما يربط بالمؤشر
المكان الجغرافي الخاص فيه. ففعلا هذه من الأمور دكتور الشيخ، يعني كنت تصحح لي، أكيد عندك معلومات أكثر مني في هذا الجانب ما يخص المؤشرات الجغرافية. ربما هو على رأس القائمة، ليس تصحيحا وإنما استكمالا، على رأس القائمة من وجهة نظري هو اللبان. اللبان فعلا، اللبان العماني ذو جودة، عندما يقارن بالشركاء في المؤشر الجغرافي اللبان العماني الحجري واللبان هذا له يعني جودة أعلى عن اليمني أو الصومالي الذين نحن نشترك معهم تقريبا كمؤشر جغرافي. واللبان له خصائص عطرية وخصائص طبية وخصائص اجتماعية وذات استعمال متعدد الوجوه، وبالتالي هذا يمثل أيضا يعني رافد اقتصادي بشكل عام، ويحتاج له كثير من ربما الضوابط للاستعمالات، وهو أخذ أيضا صبغة دينية فيما يتعلق باستعمالاته في الكنائس، بذات اللبان المر ما كل حد يعرفه لون الأصفر. على كل حال هو ما ليس مقتصرا على هذا على الأصناف النباتية مثل النخيل، بعض أنواع النخيل، ولا أيضا على السلالات الحيوانية، لأن أيضا فيها حديث في الجانب المؤشرات الجغرافية، ونحن أيضا نتشارك مع بعض دول المحيط الهندي اللي هي Indian Ocean Rim في كثير من المؤشرات الجغرافية، مع الهند، مع باكستان، مع إيران، بيننا وبينهم من القواسم المشتركة والتاريخ يعني، وأيضا الحاضر، في كثير من الأمور المشتركة في التوابل، في الاستعمالات، في الحرف، في الممارسات التقليدية، في الطب الشعبي، في أيضا مع إيران في مسائل مرتبطة بالسيراميك والخزف والفخار والسعفيات وأشياء أخرى كثيرة جدا. ربما هذه وحدها يوم الأيام نسمع منك محاضرة يعني مستفيضة، لأن هي تمثل جانب اقتصادي مهم، وأنا أعتقد بث الوعي في هذا الجانب مسألة وطنية. ومعك أنت من خلال يعني مبادراتك ومسؤولياتك تنورينا وتنوري المجتمع كله حول هذه الجوانب المرتبطة بالمؤشرات الجغرافية كأحد المجالات، ولكن يعني بشكل متوازي وبشكل أيضا مهم للغاية، أنت ذكرت استثناءات مرتبطة مثلا بالكائنات الدقيقة، عند ذكر بعض الاستثناءات التي ربما ضمن أسرار التجارة، وأنا أعتقد في الكائنات الدقيقة هي الموارد الوراثية الجينيتيك ريسورسز اللي هي فيها إنتاج الفيروسات أو البكتيريا وبعض الأشياء البيولوجية التي أيضا تستحق أيضا تسليط الضوء عليها بشكل مكثف حقيقة، ونحن نحتاج نتعلم ونتعرف عن كثب حول لماذا هذا الجانب يعني لا يزال غير مطروق في مسائل الحماية. وأنا أعتقد أنه من خلال مشاركتك ومشاركتي في كثير من المؤتمرات في المنظمة في مقرها حتى هناك يعني في جنيف، نلاحظ أنه هذا الجانب يعني في ما أقول تحفظات، بل أكثر أقوى من كلمة التحفظ، في مسألة أنه تقنن وتحمى كثير من دول العالم، والشعوب ربما تعاني أو ربما شعوب أخرى مستفيدة أو مجتمعات مستفيدة أو مختبرات دولية مستفيدة من مثل هذا الجانب، ولكنه يجب أن نتعرف كمجتمعات على هذا الجانب، لأنه أيضا يعني هو في ابتكارات وله ارتباط وثيق بالملكية الفكرية، ولا يزال الطرح فيه محدود على المستوى الدولي، فما بالكم عاد على المستوى المحلي. أنا أعتقد هناك مجالات كثيرة، ولكن هذه البادرة اليوم حقيقة يعني فتحت فرص للحديث المستفيض في المستقبل، وربما مبادرات من عندكم في الجامعة مهندسة ثريا، مبادرات من عندنا في الجمعية العمانية الملكية الفكرية، نحن نسعى أيضا مع الجامعات بشكل خاص أننا ندخل هذه الميادين ونعمل مذكرة تعاون ونلقي محاضرات. قبل أسبوعين كنت في جامعة تقنية في المصنعة وتحدثت معهم، كان تجاوب جميل وأثلق صدري. أنا أعتقد أنه في فرص كثيرة يحتاج نتحدث فيها ونبلور ونفتح، بالذات ما يتعلق بالتفريق ما بين اللي أنت ذكرتيه الملك العام
والببليك دومين والملك الخاص وكيفية يعني الاستفادة المثلى على صعيد الاقتصاد الوطني. هذه بعض التعقيبات حبيت أن أذكرها على في هذه العقالة، ولكنه الحديث ذو طرب وذو شجون وطنية حقيقة. وباسمكم أيضا أشكر أخينا العزيز سعادة الأخ خليل على يعني مبادرته الطيبة في هذا الميدان، وهو صاحب مبادرات كلها جميلة ومشكور عليها. وأترك لكم الحين الحديث، وهذه كانت فقط تعقيب مني بسيط في هذا الجانب. شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لك الشيخ. طيب هناك نأخذ المداخلة الأخيرة من الأستاذ وليد الزجالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا مهندس على هذه المحاضرة. يسأل عن دور مركز الابتكار بجامعة السلطان قابوس والجمعية العمانية للملكية الفكرية حول التوعية بين الشباب وإبراز أهم الابتكارات التي سجلت وعدم التقليد من النواحي القانونية. طيب للإجابة عن هذا الاستفسار ممكن أيضا نأخذ مداخلة المهندس أحمد العامري. السلام عليكم، يا أهلا وسهلا، حياكم الله، صباحكم الله بالخير، يا أهلا وسهلا بالجميع. حقيقة معكم أحمد العامري، رئيس قسم البرامج والتطوير المهني بمركز الابتكار ونقل التكنولوجيا. في توجد عندنا عدة برامج يعني اشتغلنا عليها بالتعاون مع أقسام المركز في مسألة اللي هو نشر وتثقيف حول الملكية الفكرية وأنواعها وقوانينها. احنا طبعا يعني بشكل عام كمركز معنيين بالبيئة الجامعية، يعني كل أغلب برامجنا ننفذها في البيئة الجامعية، وفوق هذا أيضاً عندنا جانب الخدمة الاجتماعية. في برامج يعني متكاملة تبدأ من أهمية الملكية الفكرية وأنواعها وتعريفها من الأشياء الأساسية إلى آخر نوع من أنواع الملكية الفكرية. وسبق وقدمنا هذا آخر برنامج قدمناه في الملكية الفكرية كان في 2021. أغلب البرنامج كان عن طريق الأونلاين لأنه كان شوي وضع يعني الجائحة كورونا هو اللي معطل مسألة إن إحنا نكون موجودين في الميدان. في تعاونات كثيرة صارت مع الجمعية، منها آخر مرة كانت نفس الشيء في 2021 اشتغلنا على تجهيز حفل اللي هو يوم الملكية الفكرية وكان أيضا أونلاين. بشكل عام البرامج موجودة ولكن أعتقد تحتاج تكاتف الجهود. دور الجامعات جدا مهم لأن أغلب الابتكارات تطلع من البحوث، وبحيث أنها لما تطلع من البحوث يحتاج لها مسار معين عشان توصل للسوق وتكون محمية، والشخص يعني والمبتكرين لهم يعني مثل ما يقولوا يحتاج مثل عملية الحافز، فكل ما قدمت له الحماية يحس بنوع من الحافز أنه يقدر ينتج ابتكار وابتكارين وثلاث وأربعة. فالجهود موجودة، ونعتقد يمكن من هذه المنصة يحتاج أن نضافر الجهود أكثر ونعمل على يعني برامج مشتركة بين الجامعات والكليات اللي ممكن يعني تكون نتائجها في المرحلة القادمة. وحقيقة أنا كنت أتمنى أن يكون حد من الأخوة من المكتب الوطني الملكية الفكرية يكون موجود معنا ويشاركنا، لأنه لهم دور كبير في مسألة يعني تنظيم هذه الأمور. جزاكم الله خير. شكرا لك، شكرا للمهندس أحمد العامري. المهندسة ثريا، هل لديك تعقيب؟ مثل ما أسلف زميلي الأخ أحمد العامري، هو وجود عديد من مبادرات مركز الابتكار، ولكن إحنا لقلة الكادر يعني عندنا برامجنا الخاصة بداخل جامعة السلطان قابوس، ولكن أيضا نقوم بدور كبير في خدمة المجتمع. يعني العديد من الورش قمناها في كليات بالتعاون سواء كان مع المكتب الوطني للملكية الفكرية، بالتعاون مع جامعات مختلفة، وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. فعندنا العديد من المبادرات لخدمة المجتمع فيما يخص نشر ثقافة الوعي والابتكار ما يخص الملكية الفكرية. آخر أيضا مشروع بس حبيت أنوه عليه، دخلنا في مشروع مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية في عام 2019 مدته 3 سنوات، وبالتعاون ايضا مع وزارة التجارة لتمكين المرأة في ريادة في استخدام نظام الملكية الفكرية. بدأناها السنة الاولى دراسة ميدانية لواقع الابتكار داخل سلطنة عمان، التحديات، الإحصائيات وغيرها. والسنتين اللي بعدها كانت عبارة عن مبادرات لنشر ثقافة الوعي، كانت عبارة عن سلسلة من الورش التوعوية في جميع
جوانب الملكية الفكرية سواء داخل الجامعات أو المجتمع بشكل عام ككل، سواء كان للنساء بشكل خاص أو لكامل المجتمع بشكل عام. ولازلنا نرحب بأي تعاون سواء مع الجمعية العمانية الملكية الفكرية أو مع أي كليات وجامعات أو وزارات بشكل عام. شكرا جزيلا لك المهندسة ثريا. كانت هناك فقط كان هناك سؤال من دكتور علي يسأل متى الجلسة الحوارية وهل ممكن أرقام التواصل أو الإيميل للتسجيل؟ شكرا لكم الشيخ عبد الوهاب. الشيخ هل يستفسر الدكتور عن مواعيد أو توقيت الجلسة الحوارية التي ذكرتها؟ هي جلسة حوارية قصيرة ولكن مركزة ضمن برنامج الاحتفال يوم 17 مايو المسجد بعد المغرب، تقريبا يبدأ الحفل 7:30 في مقر البنك الوطني، وأهلا وسهلا بالمشاركين اليوم وفي مقدمتهم المهندسة ثريا وطبعا سعاد الخليل ومديرة الجلسة والدكتور علي والدكتور طلال وكل المتحدثين، أهلا وسهلا بكم في ذاك اليوم لأنه مركز عن الملكية الفكرية. فيما يخصني أنا أتشرف بالتواصل مع كل شخص مهتم بقضايا الملكية الفكرية. رقمي 99-33-53-53، هذا ما عندي رقم غيره أصلا، يعني أنا أشتغل برقم واحد من سنة 97 إلى أن يقضي الله أمره إن كان مفعولا، ورحب بالتواصل مع الجميع. شكرا جزيلا لك، يعطيك ألف عافية. تفضل. بالنسبة لي أنا استأذنكم في الانصراف لأني في مكان بعيد ومضطر أعود. شكرا جزيلا شكرا سعادة الشيخ، أهلا وسهلا بك. جزيلا. طيب. شكرا سعادتك، شكرا متدخلين إن شاء الله على خير. شكرا لكم جميعا. اي حد انا في المطار الحين يبعث لي بعد كذا الرسالة يقول انا فلان فقط تحدث معك، لان احنا ثقين كثير من الرسل، منها مزعجه حقيقه لكن شيء منها مرغوبه بقوه. اهلا وسهلا في عملك. شكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا لكم ضيوفنا الكرام. وصلنا لنهاية جلستنا اليوم، نشكر المهندسة ثريا على هذه الجلسة المثرية، والشكر لكم ضيوفنا الكرام على مشاركاتكم. هذه الجلسة مسجلة وسيتم بثها على قناة المجلس عبر اليوتيوب. نلتقيكم السبت القادم مع ضيف وموضوع جديدين. إلى اللقاء. شكرا. شكرا جزيلا.